امتحن ابنك وصديقك وصاحبك إذا ما أذن المؤذن وعنده أشواق وأوقف الاجتماع والاتصال والمؤتمر واللقاء والقراءة، أوقف كل شيء إذا سمعت الأذان. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم في شغلنا في البيت يعني يتحدث، كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يعمل معهم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. أشرف من خلق الله، نحن كلنا خدامه، العلماء خدامه، الملوك خدامه، التجار خدامه، الفلاسفة خدامه، الحكماء، الأولياء، العباد، الزهاد خدامه هو عليه الصلاة والسلام. يقول: قلت: إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدن وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظر منظر حسن ولا تفوه بالقول السد فمي. كان إذا سمع الأذان تقول قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، قام مباشرة. يتأخر المؤذن، هو صلى الله عليه وسلم يرى من الأشواق: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما هو في قصر ولا دار، جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا تأخر قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. راحته صلى الله عليه وسلم أنسه، حتى يقول: وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. إذا ما رأيت الإنسان يتحرك، أذن الظهر متى يؤذن، وإذا نزل المدينة أول مهمة اعرف القبلة ومتى يؤذن ومتى الوقت. إذا ما كان عندك هذا الاهتمام وهذا الضمير وهذا الهاجس فلا تفكر. والله لو أن أحدنا وعد أميرا أو ملكا أو زعيما ليبقين دائما وهو ينتظر هذه الدقيقة متى يحضر. أنت مع ملك الملوك، أنت تنتظر ملك الملوك، ملك الملوك يدعوك، فالله الله في هذا. ولهذا في الصلاة: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأنه كان صلى الله عليه وسلم لا رحنا بالصلاة يا بلال.